طب نسمع الأدلة من القرآن على إثبات صفة الكلام لله جل في علاه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. أي واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة. وكلم الله موسى تكليما. وللأسف فإن أحد أهل البدع أراد أن يحرف الآية فقال: لا، ما هكذا تقرأ، تقرأ وكلم الله موسى تكليما. يعني من اللي تكلم؟ موسى عليه الصلاة والسلام. يريدون أن يحرفوا كلام الله. فقال له العالم: طيب إن سلمنا لك بذلك فماذا تقول؟ فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، شو ظل؟ فبهت. آيات واضحة تثبت صفة، نعم، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، آية واضحة على ماذا؟ على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. انظر الأدلة من السنة على إثبات صفة الكلام لله جل في علاه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى. يعني ايش احتج آدم وموسى؟ حصل بينهم نقاش، وهذا يحتج على ذاك بحجج، إلى أن قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه. انظر، هذا الحديث أيضا واضح جدا أن الله عز وجل تكلم مع موسى عليه الصلاة والسلام. وأيضا عن عدي بن حاتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. إذن هيئ نفسك إلى ماذا؟ إلى أن الله سيكلمك، ليس بينك وبينه واسطة مباشرة، سوف تكلم ربك جل في علاه. الأمر ليس بيسير. أولا في إثبات صفة الكلام لله، الكيف مجهول، لكن هيئ نفسك أن الله سيكلمك. وانظر أيضا من الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفوان، قال: فيفزعون يرون أنه من أمر الساعة. وعن ابن عباس قال: إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة واصطفى موسى بالكلام واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤيا. طبعا موضوع الرؤيا سوف يأتي معنا لاحقا.